طيب الفترة اللي جاية فيريرا مطلوب منه ايه؟ احنا لسه قدامنا 15 ماتش، عندنا بقى ايه كذا بطولة ما شاء الله بنلعبها في نفس الوقت، عندنا دوري وعندنا كاس قديم وعندنا كاس جديد وحاجات كده بتحصل من ضمن الحاجات اللي مش مفهومة عادي برضو في مصر عادي ما فيش حرفيا يعني الناس كلها الدوري عندها بيخلص 6 30 الدوري 6 خلاص مجري هيخلص خلاص. الاسبوع الجاي في كل العالم، احنا ما شاء الله احنا لسه مكملين يعني. فايه المطلوب في ظل بقى التخبطات وكل ده؟ يعني احنا برضو مش هينفع ننادي بتغيير جذري، مش مفيش وقت مفيش لا حل لا مفيش حاجه. فايه المطلوب من مستر فيريرا؟ ازاي يادبت او ازاي يتاقلم مع الظروف الحاليه في نفس الوقت ما نشوفش المنظر ده تاني؟ هو اول حاجه زي ما قلنا يبتدي يبص على الناشئين، يطلع في المراكز اللي هو محتاجها، ما يعني ما يشغلش باله بقصه الملعب او مش ملعب. ماشي، احنا مثلا الزمالك ما بيسجلش في استاد القاهره ما فيش مشكله، بس مش هو ده السبب الاساسي. يعني استاد القاهره ما تبقاش هي ازمتي ان انا اللي مركز فيها، لا انا اركز عارف مع ممكن اللعيبه. استاد القاهره دي كان ممكن نتكلم فيها واحنا كسبانين، يعني انا دلوقتي بقى كسبان اطلع اقول استاد القاهره مثلا مش مناسب لطريقه لعب فيريرا فنغيره، لكن ده طبعا ده قرار يحترم من مجلس اداره نادي الزمالك وقرار ممكن يكون سليم بشكل او باخر، بس انا بتكلم في التوقيت. يعني انا خسران، ممكن الناس تفهم او تسيء فهم القرار في الوقت ده ان دي يمكن ده السبب اللي احنا خسرنا، لا في حاجات كبيره جدا بتحصل القرار ده ممكن يتاخد واحنا كسبانين، اللي هو الحته دي مش مناسبه، الرش المي فيه مش بيبقى مناسب، طريقه لعب 4-3-3 مش بتحتاج استاد القاهره، احنا بنبقى مبسوطين اكتر في استاد دفاع جوي او ايا كان ايه الملاعب التانيه. فممكن فعلا القصه دي كانت تتقال في وقت تاني. صح، انا معاك في النقطه دي، بس اللي اقصده ان هي ما تبقاش ايه يعني الشغل بتاع فيريرا. انت لا، انت عندك صحيح. اخطاء كتير في الملعب لازم تتصلح. يعني امبارح على سبيل المثال الدقيقه تقريبا 58 او حاجه زي كده، فيريرا هاجم بكل خطوطه، هو معروف ان طلاع الجيش هيدافع وهيلعب على الهجمه المرتده كل ما صحيح. الوقت هيتاخر. هو اقوى خط دفاع دخل في مرمى اقل ما دخل فينا الفتره اللي فاتت. ايوه، وهجماته المرتده كمان يعني عنده سرعات قدام ممكن يستغلها. فهو فيريرا خرج رؤى ونزل ايمن حفني من لسه تقريبا ما كانش فات نص ساعه، فنص الملعب مفتوح، فخلاص انت متوقع ان اي هجمه مرتده صحيح هتبقى فيها خطوره، وده اللي حصل فعلا. فهو لازم يبقى قاري حاجات زي كده، ما ينفعش مثلا هو الزمالك كان ماسك كوره فما ينفعش النتيجه لسه 0-0، ما تغامرش من بدري قوي كده، استنى. انت كنت ماسك كوره كان ممكن تلعب على ممكن تنزل ايمن حفني عايز تنزله، بس ممكن مكان اوباما مثلا يلعب، هو صانع العاب تبقى مركز مكان مركز، لان لسه الوقت بدري. لكن الزمالك فتح خطوطه من بدري جدا فاستقبل الهدف طب ومعرفش يعوض. اخيرا تتوقع مين مش هيكمل معانا؟ مين مش هيكون موجود؟ هو لو وجهة نظري انا اللي عايز يمشي يتفضل، او زي انا مع مجلس ادارة الزمالك في اللي عمله في الفترة اقرب الاخيرة، توقع للاعيب اللي مش هيكون موجود اشرف بن شرقي يعني واضح جدا ان هو مش عايز يكمل، مش بيلعب.